السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فضلا لا أمرا، الاشتراك في السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو جديد ومهارة جديدة وقناة وسام ستايل فاشون. مهندس أحمد شمس الدين، أحييكم إخواتي وأخواتي أبنائي وبناتي. كل اللي إحنا بنقوله فضل رقم الدعم والاشتراك في القناة، تفعيل زر الجرس، الإعجاب بالفيديو شرط أساسي بيكون من فضل رقم فضلا لا أمرا، على أساس نقدر نوصله لأكبر عدد من الناس تقدر تستفيد منه زي ما حضرتك وحضرتك إن شاء الله تستفيد منه. تعالى بقى نشوف البنطلون دوت اتقص ازاي. اول حاجه احنا عارفين ان الناس القديمه معانا ومتابعانا، احنا اي زياده في القماش بنرميه ناحيه ايدينا اليمين الا البنطلون. لما باجي اعمله ماشي اقصه، بتبقى الزياده بتاعته مرميه ناحيه ايدي الشمال، يعني ببتدي من راس القماش من هنا، تمام؟ والزياده تبقى فين؟ تبقى هنا، تمام؟ تعالى بقى ايه نستعرض المقاسات. المقاسات طبعا في الفيديو الاساسي احنا بننزله دايما في اي صندوق وصف، ماشي، اللي هو ايه ازاي ان انا اخد المقاسات واطبقها على القماش، تمام؟ وحتى ان احنا عدنا نشر الفيديو ده مره ثانيه، احنا عدنا نشر الفيديو ده مره ثانيه عشان الناس تستفيد منه. تعالى نشوف البنطلون دوت. اول حاجه المقاس بتاعي، المقاس بتاع البنطلون باخد اول حاجه الطول، ماشي؟ يعني انا دلوقتي انا عندي الوسط الطبيعي اهو، ماشي، فبحط المزوره الوسط الطبيعي اهو، بحط المزوره عند العظمه الناتئه في الجنب هنا، ماشي، واخد الطول بتاعي. الطول بتاعي هنا هو صاحبه البنطلون دوت 95 سم، 95 ايه سم، تمام. في حاجه اسمها تاني طول الفارغ. ايه الفارغ؟ اللي هو بيبقى من عند منطقه الحوض هنا، ماشي، من عند منطقة الحوض هنا، الكلام دوت باين معانا، تمام. منطقة الحوض هنا هو لغاية تحت، يعني نهاية البنطلون معايا عند الخط ده كده، لأن دي التانية بتاعتي اللي أنا سايبها، بسيب 6 سم تانية معايا. بسيب قد إيه؟ 6 سم تانية معايا، تمام؟ عشان عايز أطول، عايز أتأثر، تبقى عندها الحرية الكافية في الحاجة دي. يبقى أول حاجة الطول، بعد كده الفارغ بتاعي، ماشي؟ بعد كده ايه؟ محيط القمر بتاعي، محيط الفخذ، تمام؟ البنطلون بقى لو هو ستريت انا عايز محيط الفخذ بس. لا، البنطلون هيبقى ايه؟ شارلستون، فباخد محيط الفخذ، باخد متوسط منطقة الفخذ، باخد الركبة، وببقى عارف وسع الرجل قد ايه. الشارلستون بيبقى نازل ايه؟ مجسم من عند الركبة ويروح نازل على واسع. فالبنطلون بيبقى مجسم، فباخد ثلاث مقاسات، مقاس اعلى الفخذ هنا، ماشي، اللي هو اسفل منطقه الحوض بمنطقه الورك كامله، ومتوسط الفخذ ومنطقه الركبه، تمام، ووسع الرجل حسب ما انا عايز بقى 35 40 حسب الشارلستون بتاعي اللي انا عايزه، تمام. لو البنطلون سكن او البنطلون كلاسيك برضه باخد متوسط، باخد منطقه الفخذ، متوسط الفخذ، الركبه، والرجل معايا ايه حسب الوسع بتاع اللي انا ايه عايزه، تمام. وعندي القمر، وعندي ايه منطقه الارداف بتاعتي. تعال نشوف المقاسات اللي احنا واخدينها ونشتغل عليها. 95 ده الطول الكلي اهو من هنا لهنا، تمام. وبعد كده عندي منطقه الفارغ هنا هو 65، يعني الطول بتاع المنطقه دي كام؟ لما اطرح ال 95 من 65 فيديني الطول ده كام؟ 30 سنتي معايا. يديني كام؟ 30 سنتي، تمام. واحنا شرحنا بقول لك ان ايه، ان الحجر بتاع البنطلون طويل، فرحت مزود فيه ايه 2 سنتي تاني في طول الحجر هنا، ماشي، عشان ما يبقاش مجسم عند منطقه الحوض هنا كده. فخدت الطول بتاع ده كده 32 سنتي. دي اول حاجه، يبقى الطول والفارغ خلاص عرفتهم. بعد كده عندي ايه تاني؟ عندي منطقة القمر، ماشي. يعني أنا رحت عامل إيه؟ لو أنت معتبر إن القماش معاك أهو كده، زي ما إحنا بدأنا نتعود إن أنا برسم لكم الكلام دوت على البنك وأرجع أروح عامله تاني، أدي القماش معايا أهو، تمام، أهو بنفس الوضع ده كده بالظبط. ده القماش قبل القص، قبل تفريغ الايه؟ الزيادات اللي معايا. تمام اهو. وانا هو
ولكن الزيادة معايا في الاتجاه ده، زيادة القماش معايا ماشي. طب الوسع دوت هيبقى معاك كام بتاع القماش هنا؟ طبعا ادي بقية القماش اهو معايا بنفس الوضع ده كده. العرض ده كده، العرض ده من هنا لهنا ده كده هيبقى ربع عرض القماش. يعني كام؟ يعني القماش عندك عرض معرضين اللي هو عرض 150 سنتي، فانت بتطبقه اربع تطبيقات فيديك دوت 37.5. يديك ايه؟ العرض ده كده هنا هوت 37.5 مثلا، تمام. فانت دلوقتي عشان كده انا خرجت بالحته دي لبره عشان اقول لك انا عملت ايه. فانا دلوقتي اول حاجه خلاص حددت الطول معايا، حددت الفارغ، حددت الايه البتاع ده. تعالى طيب نشيل احنا الكلام ده كده ونشوف احنا قصينا الكلام ده ازاي. يعني هو القماش اعتبره هو بقى الايه الجزء اللي هو محطوط قدامك هنا اهو كده على البنك اهو، تمام. انت عايز دلوقتي اول حاجه انا حددت زي ما قلت لك الطول ادي، ودوت ايه طول الفارغ معايا اللي هو كان كام؟ اللي كان 32 طول الحجر، سوري، اللي هو كان 32 سنتي اهو معايا. ده كده طول الايه؟ الحجر معايا. باجي على طول بالمسطره بالريجه بتاعتي واروح جاي عامل دوران الجنب معايا اهو. نفس ايه؟ يعني دي نقطة الجنب اللي عند ايه؟ اللي ببدأ أحط إيدي في الجيب، فنهاية الجيب على طول لازم تبقى المسطرة واخدة الانحناء ده كده. ده انحناء الجنب الطبيعي اللي ربنا سبحانه وتعالى خلقنا عليه. باجي أروح واخد دي كده أهي بإيه؟ بجنب المسطرة من هنا للانحناء الطبيعي لمنطقة الأرداف. واجي أروح والمسطرة كده أروح جاي أقلبها كده تاني، وأروح واخد بقى إيه؟ الطول لغاية تحت. يبقى أنا حددت كده إيه؟ طول الجنب معايا، حددت إيه؟ طول الجنب معايا أهو. حددت طول الجنب معايا اهو، تمام. اجي بقى ابص اللي معايا، منطقه الارداف بتاعتي كام؟ ماشي؟ منطقه الارداف عندها 136. تروح ماسك ال 136 دي قاسمها على كام؟ على اربعه. عشان انا شغال على ربع بس. تديك كام؟ تديك 34. تديك كام؟ 34. تروح جامع عليها 3 سنتي ثوابت. الثلاثة سنتي دي ايه؟ خياطة الجنب من هنا ادي دي كده سنتي ونص ماشي، وخياطة منطقة البليتة اللي هتبقى هنا بتاعت السوستة مثلا، هي طبعا كده الموديل ده مش هيبقى فيه سوستة، فيبقى اروح جاي واخد بقى ايه ال 34 زائد الثلاثة اروح واخد دي 37. 37 وادي المثلث بتاعي كده اروح جاي عامل ايه؟ عمود على قاعدة الايه؟ على منطقة الفخذ، ما ديت اصلا منطقة الفخذ اللي عندي اللي انا هاخد عليها مقاس الفخذ اهو. واروح طالع بالعمود ده لفوق كده. تمام كده. ماشي؟ انت عندك القمر بتاع البنطلون ده كام؟ هي المفروض القمر عندي 55 سنتي. 55 سنتي. ده نص محيط القمر، يعني محيط يعني قمرها كله كام؟ اللي هو محيط البطن يعتبر اللي انا واخد عنده القمر بالظبط يعتبر 110. يعتبر كام؟ 110. رحت قاسمه على الاثنين فادتني ال 55 دي. هتقسمه على كام تاني؟ هروح قاسمه على اثنين فيديك 27.5. 27.5. سيبك من النص ده. سيبك من ايه؟ من النص ده، خدها 27 عشان يبقى القداماني اقل من ايه؟ من الوراني. عشان يبقى القداماني اقل من الوراني، عشان الوراني هو اللي يكسع القداماني في البنطلون. عكس الجيبه، الجيبه بيبقى كله واحد. قدام زي ورا. افهم النقطه دي كويس. فيبقى عندي 27 تجمع لي عليها 3 ماشي، واحنا عارفين الثلاثة دي بتاعت ايه؟ اللي هي بتاعت الخياطه. سنتي ونص من هنا وسنتي ونص من هنا. بقت كام؟ بقت 30. تمام.
30، ومش احنا في كسره هنا اهوت، الكسره دي هتاخد مني 3 او 4 سنتي، يبقى عندك كام زائد 3 سنتي الكسره، يبقى بقت كام؟ بقت 33 سنتي. يبقى عرفت كده اهوت ان المفروض هنا اهو يبقى القمر معايا كام؟ بص 33 اهو من غير حاجه خالص، وقع معايا على طول اهو، بص النقطه دي اهي لهنا عامله 33 سنتي، عامله 33 سنتي اهي، تمام؟ يبقى عرفت كده القمر ماشي، وعرفت ان في هنا اهوت ايه بنسة، عرفت ان هنا اهوت هتبقى في بنسة معايا تمام او كسر تمام. بص بقى قعده المثلث دي، قعده المثلث دي اقل حاجه هتبقى في حدود 4 سنتي لو واحده رفيعه، واحده تخينه زي كده مش اقل من كام؟ من 6 سنتي. فلما تيجي تقيس الحته ديت تلاقيها 6 سنتي اهي معايا، تمام؟ 6 ايه سنتي معايا، دي اقل حاجه ماشي، لكن ممكن تزيد عن كده في بنطلون زي كده حبره ايه طويل. طب اروح واخدها بقى بايديا كده واروح جاي، شوف ايديا ثابته ازاي، واجي اروح جاي عامل حده الايه البليته بتاعتي اهي، دي حده الايه الحوض القدامي. يبقى انا خلصت كده من صدر البنطلون، قمر ارداف فخذ. حتى لو انت مش واخد مقاس الفخذ هنا هو، خلاص الفخذ طلع معاك، هو يعتبر معاك ان هو كام؟ عامل معاك 42 سنتي، عامل معاك 42 سنتي. يبقى انت البنطلون الحريمي ممكن تاخد له ثلاث مقاسات زيه زي الجيبه، الطول تمام وايه تاني والقمر والارداف. الفخذ هيقع معاك لما ايه، هيطلع معاك كده على طول لو انت شغال صح زي ما انا شغال كده. وصلت للمنطقه دي، باجي بعد كده اروح بقول لك ايه منطقه الفخذ هنا كام؟ 42 ماشي، اروح واخدها هي تحت ايه، خدها على 40 تحت اهي عشان البنطلون نازل ايه على واسع، نازل على ستريت، وباجي اروح موصل النقطه دي بالنقطه دي على طول ماشي كده. الامامي بتاع البنطلون خلص معايا كده، الامامي بتاع البنطلون كمان خلص معايا، بس خلص على مقاسات ثابته، ان فوق هنا هو 27، ان تحت هنا هو كام؟ 42 تمام. بس هو لازم البنطلون بعد ما خيطه يديني الفخذ هنا هو كام؟ 42. يعني الوران هيبقى ازيد بايه؟ بنسبه الخياطات اللي موجوده هنا كده. الامامي دوت خلص معايا بنفس الشكل. لما نيجي بقى انا حطيته اهو قدامكم على الباب، لما اجي اروح حاطط ده فوق ده كده، ها لا هتطلع معاك المقاسات زي ما احنا ايه عاملينها اهو بالظبط. تمام اهي، بس في نقطة احنا ما قلناهاش هقولها لك، ادي الفخذ معاك، ادي الطول، ادي كل حاجة، انت سايب 6 سم تحت للتانية معاك تمام. بص بقى النقطة دي، الحتة دي كده، الحتة دي خدت سنتي ونص مسروق على مفيش من هنا اهو، دي خدتها من بالمقص ليه؟ عشان البنطلون بطبيعته بيبقى مرفوع من عند الجنب، لكن يجي من قدام ينزل النزول ده كده. كده البليتة اتعملت، حددت الجيب بتاعي اهو، وحددت محددينه طوله قد ايه؟ محددين طوله 18 سنتي، اللي انا قلت لك هناك ان طوله هيبقى اقل حاجة كام؟ 17، وازيد حاجة 19 تمام. اجي اروح محدد الكسره بتاعتي اهي، اروح جاي بص تاني البنطلون بنفس الشكل ده، اجيب دي عند دي كده، واجي اروح جاي ايه بص مد فورت هنا عشان احدد الايه الكسره بتاعتي هتبقى فين، ما هو في كسره عند هنا كده، واروح محدد القيمه بتاعتها السنت ونص اهي كده، هتبقى الكسره بايه بنفس الشكل اللي انت شايفه ده كده تمام. كده القداماني بفضل الله عز وجل خلص معانا شرح كاملا، ونبدا بعد كده في الفيديو الجاي نشرح الايه الخلفي. الخلفي مهم جدا في البنطلون، الامامي يعتبر اسهل من الخلفي في البنطلون. ما تنساناش من صالح الدعاء، الدعاء بظهر الغيب، الاعجاب بالفيديو شرط اساسي مطلوب من حضراتكم، الدال على الخير كفاعل، ده الاصل الاصيل اللي احنا بنينا عليه قناتنا وقناتكم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بعد اذن حضراتكم احنا هنقف لغايه هنا على اساس ان الفيديو ما يطولش مننا، ويبقى فيه تشعب في المساله نفسها،
وهنكمل في الفيديو اللي جاي، هنكمل على المكان اللي احنا وقفنا فيه بالظبط ان شاء الله. يعني هربط لكم ما بين الاثنين وبعض، بس على اساس ايه؟ ان كم المعلومات اللي انت بتبقى واخدها في فيديو واحد لو تراكمت على بعضها هتبص تلاقي ان انا ايه مش قادر استوعب اي شيء. فنكمل ان شاء الله في الفيديو الجاي. ما تنسناش من صالح الدعاء، الدعاء بظاهر الغيب، الاعجاب بالفيديو شرط اساسي بيكون من حضراتكم على اساس نقدر نوصله لاكبر عدد من الناس تقدر تستفيد منه زي ما حضرتك وحضرتك استفدتم منه ان شاء الله. الدلع على الخير كفاعله، ده الاصل الاصيل اللي احنا بنينا عليه قناتنا وقناتكم. الاشتراك في القناه، الاشتراك في الصفحات، الاشتراك في القناه البديله، الدال على الخير كفاعله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.